السفير الروسي في فيينا: روسيا ستبقى شريكا تجاريا للنمسا. صحيفة تكشف تورط المستشار السابق كورت في فساد صندوق الاندماج. اعتقال سوري كردي هرب 800 شخص إلى أوروبا. ارتفاع عدد المشردين في النمسا إلى 20,000 شخص في العام 2021. انهيار 100 متر من جبل شاهق الارتفاع بسبب التربة الرطبة. وقوع طفل في غيبوبة بعد أن سجنته والدته في بيت الكلاب. مشاهدينا، نحييكم أينما كنتم، أنتم بصحبة اليوم لأنقل لكم آخر وأهم الأخبار من هنا من غرفة أخبار النمسا ميديا. وإلى التفاصيل، أعلن السفير الروسي لدى النمسا ديمتري ليوبينسكي أن التعاون بين روسيا والنمسا لا يزال جيدا إلى حد ما. وأكد ليوبينسكي على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين رغم التحديات التي تفرضها العقوبات السياسية، وأشار إلى أن روسيا لا تزال شريكا تجاريا رئيسيا للنمسا. وعلى الصعيد السياسي أكد أنه لا يوجد حوار مباشر حاليا، لكنه لم يستبعد إمكانية تطويره في المستقبل إذا استدعت الحاجة، إلا أنه ليس هناك ضرورة لذلك في الوقت الحالي. ظهرت ادعاءات جديدة تتعلق بتورط المستشار السابق سيباستيان كورتس في إعلانات واستطلاعات رأي وفقا لبحث أجرته مجلة بروفايل. وتبين أن المدير السابق لصندوق الاندماج النمساوي يريد أن يصبح شاهدا في هذه القضية، ولكن مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد نفى وجود تحقيقات حاليا في هذا الصدد، ويزعم أن الإعلانات المشكوك فيها تم تمويلها من صندوق الاندماج بهدف خدمة المصالح السياسية لكورتس. ورغم ذلك نفى كورتس وصندوق الاندماج هذه الادعاءات. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر على أهمية التنسيق مع ألمانيا لمكافحة تهديدات عصابات تهريب البشر. وتمكنت الجهود المشتركة من ضرب شبكات للتهريب في ألمانيا بدعم من فيينا، حيث تم ضبط عصابة كردية للمهربين بقيادة سوري في مدينة إيسن، ويواجه الكردي تهما بتهريب أكثر من 800 شخص إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب الوزير عن التزامه في مكافحة التهريب، وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة على الحدود الخارجية. كشفت دراسة لإحصائيات النمسا عن تسجيل 20,000 مشرد في النمسا، ثلثهم من الذكور و 60% منهم في فيينا للعام 2021. وذكرت الدراسة أن العلاقات الاجتماعية تسهم في التشرد المؤقت، والتشرد يحدث بشكل أساسي في المدن، وبينت أن المشاكل العائلية هي السبب الرئيسي، حيث تلجأ النساء إلى الملاجئ بينما يبقى الرجال في الشوارع أو أماكن مؤقتة. وأشارت الدراسة إلى أن 6% من السكان البالغين تعرضوا للتشرد المؤقت، في حين انخفض عدد المشردين خلال جائحة كورونا. وقع انهيار أرضي في جبال سيلفيرتا في تيرول غرب النمسا، حيث انهارت منحدرات جبل فلوخت هورنز الجنوبي بطول يزيد عن كيلومترين. تم توثيق الحادث بواسطة منقذ جبلي كان في رحلة جبلية حين انهار نصف قمة الجبل وتدفق نهر من الطين، ويعتقد أن انخفاض درجات الحرارة في التربة المتجمدة هو سبب الانهيار، ولا يزال الجبل في حالة حركة لذلك منع الاقتراب منه. وأظهرت مشاهد مصورة من طائرة فقدان الجبل لمئة متر من ارتفاعه البالغ 3398 مترا.
وفي خبر غريب، تواجه امرأة تبلغ من العمر 32 عاما اتهامات بتعذيب طفلها ومحاولة القتل، فوفقا للادعاءات تعاملت المرأة مع طفلها كحيوان. وكانت قد اكتشفت موظفة اجتماعية في منطقة وود فيرتل في النمسا السفلى، اكتشفت أن الطفل البالغ من العمر 12 عاما احتجز في صندوق كلاب صغير وتعرض للبرد والتعذيب، مما أدى إلى وقوعه في حالة غيبوبة، وتجري حاليا تحقيقات قضائية وطبية في القضية، ويتم انتظار تحاليل طبية وتقرير نفسي حول حالة الأم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا أدهم اللجي، وإلى اللقاء.